تعيش الكائنات الحية على سطح الكرة الأرضية في منظومة بيئية متكاملة يكمل بعضها البعض الآخر، فالبيئة تعتبر محيطاً يضم مجموعة من الكائنات الحية التي تعيش وتتكيف مع هذا المحيط، وفي حال حدوث خلل فإنه سيؤثر تأثيراً سلبياً على دورة حياة الكائنات الحية الموجودة في هذا النطاق. ومن أكثر أنواع الخلل الذي يحل على النظام البيئي هو التلوث. إن إدخال أي مواد صلبة أو غازية أو سائلة أو أي شكل من أشكال الطاقة مثل الحرارة أو الصوت أو النشاط الإشعاعي إلى البيئة يؤدي إلى تلوثها بشكل كامل أو جزئي، مما يجعلها غير آمنة للعيش فيها لتجاوزها النسب التي يمكن للبيئة استيعابها أو تحليلها أو تحويلها إلى مواد غير مؤذية. وهناك عدة أنواع للتلوث، منها تلوث الماء والهواء والتربة والتلوث الإشعاعي والضوئي وغيره الكثير التي تسبب أضرارا على وجود الكائنات الحية. في العراق هنالك الكثير من الأسباب التي أدت إلى تلوث بيئته بشكل كبير، أبرزها الحروب ومخلفاتها والمصانع التي يتم إنشاؤها في المناطق السكنية وعدم الاهتمام بأماكن الطمر الصحي والاعتداء الجائر على الغطاء النباتي كقطع الأشجار وحرقها التي تؤثر سلبا على حياة المواطن العراقي. يعد التلوث الهوائي أكثر أنواع التلوث خطورة، فقد أكدت دراسات علمية حديثة أن التعرض المزمن للهواء الملوث يمكن أن يسبب ضررا للقدرات العقلية والمعرفية، ويتسبب تلوث الهواء الذي يوصف بأنه قاتل غير مرئي بنحو 7 ملايين حالة وفاة مبكرة سنويا في جميع أنحاء العالم وفقا لمنظمة الصحة العالمية. من بغداد رفع العزيز الرشيد. شكرا لك يا رفل على هذا التقرير، واكيد اليوم راح نتحدث